يعني ميسون، يعني قبل أن أجيب على هذا السؤال دعيني أؤكد لك بأن مناطق شمال غرب سوريا الواقعة تحت سيطرة المعارضة لم يدخل إليها أي شحنة من المساعدات سواء من الأمم المتحدة أو مفوضية شؤون اللاجئين أو الهلال أو الصليب. لأنه ممنوعين ولا جمعة. كلا لأنه ممنوعين. كلا، كانت الأمم المتحدة تتحدث عن يعني وجود شحنات من المساعدات عالقة على الطرف التركي وأوعزت الأسباب إلى أمور لوجستية. هناك رغبة بمساعدة المناطق المنكوبة، لكن الطقس، انقطاع الطرقات كما يعرف غسان في المناطق التركية في الولايات العشر المتضررة تعيق يعني أو تؤخر على الأقل دخول هذه المساعدات إلى هذه المناطق. لكن ردا على سؤالك ميسون، نعم يعني ليس هناك حل سوى مطار دمشق الدولي، سوى ميناء موانئ اللاذقية. هذه الموانئ تقع تحت سيطرة النظام، لا يوجد اتفاق سياسي بين المعارضة والنظام، وبالتالي هذه الإشكالية ستعرقل جهود إدخال المساعدات إلى المناطق المنكوبة خاصة في إدلب والأرياف الشمالية والغربية لحلب. طيب. كما تفضلت مطار حلب يبقى الحل الأفضل في حال لو استطاعت الدول المانحة والجهات المعنية إيجاد صيغة تفاهم مع الطرفين المعارضة والنظام لخلق جسر. طيب. جوي لإدخال المساعدات عبره، وهو أعتقد الطريقة الأنجح.